والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي يعتبر مدرسة للتأهيل والتدريب، تدريب النفس على الصلاح. مدرسة رمضان مدرسة للصلاح والإصلاح، رمضان مدرسة للإقلاع عن العادات السيئة، ومن هذه العادات عدم احترام الوقت والانضباط له. هذا الوقت الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة، وهذا الوقت الذي ننضبط له في رمضان. فسبحان الله العلي العظيم، بمجرد رؤية الهلال، هلال رمضان، نعزم ونعقد نية الصيام، كما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأيضا بمجرد سماع الأذان نمسك عن كل المفطرات، أذان الفجر، وبمجرد سماع أذان المغرب نعجل الفطور. فننضبط للوقت في رمضان، في صلواتنا، في إفطارنا، في مسكنا عن الإفطار، في قيامنا. إذا رمضان هو فرصة بامتياز، أو دورة بامتياز في فن إدارة الوقت، هذا الوقت الذي أصبح الكثير منا يضيعه، وهو ينسى أنه يضيع حياته، لأن الوقت هو الحياة. فلا بد أن نقف وقفة عند هذا الوقت الذي هو أهم شيء في الإنسان، لدى الإنسان، وأن الله عز وجل لقيمة هذا الوقت أقسم به في آيات متعددة. يقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ويقول سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، والفجر وليال عشر، وغير إلى غير ذلك من الآيات التي أقسم فيها الله عز وجل بالوقت. كما أن الله سبحانه وتعالى لما شرع العبادات وضح لها أوقات محددة تؤدى فيها، فالصلاة لها أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والصيام له وقت، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والزكاة لها وقت، قال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، والحج له وقت. الحج أشهر معلومات، ولذلك فطن الصحابة رضوان الله عليهم إلى ذلك، فكانوا يوصون بعضهم ببعض بذلك. فقد جاء في وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال له: قال: واعلم يا عمر أن لله عملا بالنهار لا يتقبله بالليل، وعملا بالليل لا يتقبله بالنهار. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر لنا قيمة الوقت في أحاديث متعددة، ومن بينها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي حديث آخر قال عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالإنسان يسأل عن الوقت مرتين: يسأل عنه عموما فيسأل عن العمر، ويسأل عنه خصوصا فيسأل عن الشباب، عن فترة الشباب باعتبارها فترة حرجة. وكان السلف الصالح يحرصون على الوقت. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم، أي أنهم كانوا أشد حرصا على الوقت من المال الذي يفنى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت
أشد من الموت. سبحان الله، كيف ذلك؟ قال رحمه الله: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة، أما الموت فيقطعك عن الدنيا الفانية وعن أهلها. فحذاري أن نضيع الوقت، لأن من خصائصه سرعة انقضائه، فإذا ذهب لا يعود. لأن سبحان الله العلي العظيم كما قال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فإذا ذهبت أو انقضيت فلا أعود إلا إلى يوم القيامة. بل من خصائص الوقت سرعة انقضائه، فإذا كان أطول الأنبياء عمرا وهو نوح عليه السلام الذي عمر 1000 سنة إلا 50 عاما، حينما سئل عن الدنيا: كيف وجدت هذه الدنيا التي عمرت فيها طويلا؟ قال: كأن الدنيا كأنها لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. بل إن من خصائص هذا الوقت أنه أنفس ما يملكه الإنسان. فهل يستطيع إنسان أن يتبرع عليك بعمره؟ لا، أبدا لا يستطيع. لذلك ولكل ما سبق، ينبغي أن يكون رمضان منطلقا وفرصة لتنظيم أوقاتنا فيما سواه من الشهور، والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. فلأن أشد لحظة على الإنسان وهي حينما يتمنى أن يعود لتعويض ما فات، وهذه اللحظة تكون عند الاحتضار، عند معاناة سكرات الموت، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل سيرجع؟ لا، يقول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي هناك حاجز بينهم بين الدنيا والآخرة فلن يعودوا. فاللهم اجعلنا ممن يحفظون أوقاتهم من الضياع. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.